السلام عليكم. وعليكم السلام. الآن هذا الرؤون نحو الشرقي إن شاء الله. إن شاء الله. هل رأيتم في حياتكم مثل التراب هذا بالمسافة هذه؟ لا لا. أبداً. صح ولا لا؟ لا. حاجة غريبة استغرب الأمة. التراب هذا كيف أجا ومنين أجا وما هو السر؟ المشروع عملاق ما شاء الله كبير جداً جداً. أيوة عبر عبر عبر. ندعو جميع التجار ورجال الأعمال ومن يستطيع أن يساهم. أيوة. في هذا المشروع. حتى يساهم حتى بعمل اليد اي شيء يقدر يعني يساهم. نعم. ايوه ادعوا عظيم على الشباب اليوم محزنين الان هناك احجار مليان يجب ان نتعاون ان نتراحم من. ايوه ايوه. اما المشروع فخم جدا وعملاق. يا حاج لو سمحت يحتاج الى ايادي وتعاون. أيوة. وجهد من اصحاب المنطقه والبلاد. الذي انا مستغرب له فعلا انا التراب هذا شوف 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 على كده. يعني 10 قامات 10 قامات وتراب. تراب من ذهب. نصيبها للشرقي. رزقهم رزقهم. هات ما عندك هات. ما رايك؟ والله قوة. كمل 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 كمل. أهوال. أهو أهو. ما اسمك؟ ما اسمك؟ عبد الله. تتكلم بقى. اسمك إيه؟ عبد الله. عبد الله مين؟ عبد الله وحيد. عبد الله وحيد. هذا الطريق كله علشانك. نحن خلاص. شيك اوت شيوبه تحياتي.